بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهاردة عن اكسبشن جديد عندنا، ألا وهو اللوجيك فيلير. حد فاكر لما قلت لك اللوجيك اكسبشن؟ ايوه، ما اللوجيك اكسبشن اهو عندي اهو، ده اللوجيك فيلير. اللوجيك اكسبشن اللي انا اتكلمت عليه في تاني او تالت فيديو في البلاي ليست، لما قلت لك التايبز اوف ايه؟ التايبز اوف الايرورز، كان في لوجيك ايرور اللي هو لوجيك فيلير. لو نزلنا تحت نشوف، نبص عليه بصه، هو اللوجيك ايرور بيقول لك ده اكسبشن بيحصل لما ديتكتد باي ريدنج ذا كود. يعني ايه؟ يعني انت وانت بتريد الكود قريته غلط، فالدنيا لعبت معاك في دماغك بشكل غلط، فطلعت نتيجه غلط والبرنامج طلع نتيجه صح، فانت قلت البرنامج بيخرب. ما تجيبيها من الاخر يا عم، هقول لك يا عم بالراحه، ما تزقش ما تزقش. تمام، بص معايا. انا لو جيت قلت لك هنا، لو جيت قلت لك يا عم الحاج انا عاوز، انا عندي انت num 1 equal 5 وانت num 2 equal 10، تمام، وانت num 3 equal 15، فقلت لك سي اوت، او خلينا نعمل اول انت ريزلت ايكوال ايه؟ ايكوال num 1 بلس num 2 في num 3 بلس، او خليها ناقص، خلي ايه دي 10 ودي كمان ممكن نخليها 2 ناقص 30 وسي اوت ايه رضا. حلو حلو، فقلت لك اقرا لي المثال ده وطلع لي الريزلت بكام من غير ما ترن الايه الابلكيشن او الكود بتاعك. هتقول لي سهله، نم 5 بلس 10 في 2 ناقص 30. حلو، 5 بلس 10 ب 15، 15 في 2 ب 30، 30 ناقص 30 بزيرو. جيت ترن انت الابلكيشن طلع لك سالب 5. ايه ده يا عم؟ ده بزيرو يا عم، ازاي يا عم؟ واحد تاني يقول لك 5 بلس 10 في 2 ناقص 30، يقول لك انا هقول لك الاول ال 2 في 5 بكام؟ او خلينا نقول واحد هيقول 2 ناقص 30 ب 28، 28 او سالب بقى 28، 2 ناقص 30 سالب 28، سالب 28 في 10 بسالب 280، سالب 280 ناقص سالب 280 اهي، دول لما عملت 2 ناقص 30 طلعت سالب 28 في 10 بسالب 280، وقبليها كانت 5 بلس، تمام، 5 بلس سالب 280 يبقى ايه؟ سالب 275. واحد حلها كده وجه يرن طلع له سالب 5، ده البرنامج ده مش نافع خالص والكود غلط اصلا. انا بقى كواحد بروجرامنج عشان انهي الموضوع هعمل ايه؟ هاجي هنا اقول له اف، هقول له if الريزلت، تمام، او خلينا هنا نخلي اليوزر هو اللي يتوقع النتيجه، فانا هقول له انت يوزر ريزلت، تمام، واخلي اليوزر هو اللي يدخل ايه، هو اللي يدخل اليوزر ريزلت كده، مخلي اليوزر هو اللي يدخل ايه النتيجه بتاعت البرنامج دي، تمام. بعد كده هقول له اف، اف ايه بقى؟ هقول له اف اليوزر ريزلت، لو مش بتساوي الريزلت اللي طالعه اذا اليوزر هو اللي ايه؟ هو اللي غلطان. ما هو اليوزر ريزلت ديت دي اللي اليوزر هيدخلها لي، انا خليت اليوزر هو اللي يدخل القيمه ديت اللي هي النتيجه اللي هو حسبها بتاعت المعادله ديت. لو هي ما بتساويش الريزلت هقول له ثرو ايه؟ نروح نجيب الاكسبشن الجميل بتاعنا لوجيك ايرور اهو،
نشوف هل بياخد string. نرن كده. اه بياخد string. ففي السترينج ديت ممكن اقول له your logic process of EQ اللي هي equation is false. تمام. في مشكلة؟ ما فيش مشكلة. تمام. هو المفروض الناتج الصحيح بتاعها سالب 5، ليه سالب 5؟ لأن المفروض الرياضة بتقول لك لو في جمع وضرب وطرح، الضرب أولاً ثم الجمع والطرح، تمام. لو جينا هنا 5 بلس 10 مش، لا مش هنعمل كده، الأول هنقول 2 في 10 بكام؟ ب 20. 20 زائد 5 25. 25 ناقص 30 بسالب 5، إذا عندنا هنا إيه؟ النتيجة سالب 5. تمام. أنا كيوزر دخلت أهو قلت له إيه؟ قلت له النتيجة هتطلع 30. فقال لك terminated وطلع لك ايرور كده مش مفهوم. اذا ما ينفعش، اذا اخد الكود ده كله احط تراي وكاتش. حلو. واهو ما فيش اي مشاكل خالص. جميل. واجي هنا اقول له عندك لو اللوجيك ايرور جالك ER هقول له ايه؟ سي اوت. عاوزين نجيب الرساله ديت، قلنا ان لو بعت له رساله في كونستراكتور وقلناها قبل كده كتير، اللوجيك ايرور ده الكلاس بيحتفظ بيها وبجيبها عن طريق الفانكشن اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها وات. اذا هقول له الاي ار اللي هو اسم الاوبجكت بتاع الكلاس ده اهو، اي ار دوت وات، واقول له اند لاين. تمام. نيجي نرن كده، لو قلت له 30 يقول لك your logic process of equation is false. كده انا كواحد مبرمج هندلت البرنامج بتاعي بشكل صح، وان الاوتبوت اللي طالعه اليوزر يفهمها، لكن ما يطلعليش ايرور اليوزر مش ايه مش فاهمهولي. لكن لو دخل لي سالب 5 او سالب 5 اللي هي النتيجه الصح، فطبع لي ايه؟ سالب 5 اللي هي المفروض اهو. بص لو جيت هنا قبليها وقلت له the result equal equal ايه؟ نبص لو دخلت له سالب 5 خلاص دي نتيجه صح، فيقول لك the result equal سالب 5 true. فيها مشكله؟ ما فيهاش مشكله. لكن لو دخلت له هنا اهو، دخلت له مثلا 5، طبعا هو دلوقتي راح هنا وحسب ايه؟ حسب البرنامج بتاعي، حسب النتيجه، وخزنها في الريزلت، وخليت اليوزر يدخل لي في اليوزر ريزلت النتيجه اللي هو ايه؟ توقعها. فلو الاثنين مش بيساووا بعض، اذا اليوزر هو اللي عنده مشكله في اللوجيك بتاعه، فرميت له ايه؟ لوجيك ايرور ولميت له الرساله. طيب لو هو صح، لو دي زي ديت بتساوي ديت، اذا مش هيخش هنا وهيكمل البرنامج عادي خالص. اظن الموضوع ما فيهوش اي مشكله خالص يعني، والدنيا بسيطه جدا. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينكد ان تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.